معسكره في الامارات. ابدأ طبعا الكابتن او الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق بيطمئن على ترتيبات الفريق اول باول. استاذ خالد الدرندلي كان متابع كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق بالامارات، عارفين مباراه مهمه جدا بعد الخساره الكبيره، خساره افريقيا. لكن يا جماعه عايز اقول لكم ان دايما الاهلي كبير ودايما الاهلي ما بيقفش قدام حاجه معينه، وياما حصل ظروف زي كده كتير جدا، وياما الاهلي خسر بطولات، لكن الاهلي بيقف بسرعه جدا. ودايما بفكركم بكلام عم حارس اللي انا بحبه جدا وكل الجماهير الاهلاويه بتحبه جدا، لما بيقول الاهلي لما بيقع ليه 1000 قومه. خليكم فاكرين الكلمه دي كويس قوي قوي قوي، وقعت الاهلي ليها 1000 قومه، فما تقلقوش الموضوع مش نهايه الدنيا. عايزين دايما نكون نقدنا ايجابي وبناء، مش عايزين نقول ان احنا يعني زي المثل اللي بيقولوا من الحب ما قتل. عارفين ومقدرين قد ايه الجماهير الاهلاويه دايما بتخاف على النادي الاهلي، الجماهير الاهلاويه دايما بتطمع في اي لقب وفي اي بطوله بتدخلها النادي الاهلي، وده حق مشروع، والاهلي عودكم على كده بصراحه وعودنا كلنا على كده. لكن الاهلي لما يحصل اي حاجه، مش عايز اقول وقع، الاهلي عمره ما هيقع ان شاء الله، تحصل اي ظروف كل الجماهير بتزعل ودي حقها، لكن عايزين نكون نقدنا بناء وليس هدام. كلنا بنتاثر بالجماهير الاهلاويه، سواء الجماهير الاهلاويه الفعليه كانت اعضاء جمعيه عموميه واللي بيجوا يحضروا الماتشات او حتى جمهور السوشيال ميديا. لكن السوشيال ميديا مؤثره لكن مش عايزين تاثير سلبي على اي حاجه في النادي الاهلي، زي ما احنا متعودين لحضراتكم دايما بنساند الاهلي في المره قبل الحلوه. ان شاء الله النادي الاهلي يرجع ويرجع بسرعه كبيره جدا، ان شاء الله يبداها مباراه الوصل الاماراتي القادمه، واللي احنا اتعادلنا فيها تعادل ايجابي كان 2-2 بهدفي اعتقد احمد فتحي ومروان محسن. ان شاء الله الفريق يرجع بانتصار كبير من الوصل الاماراتي، وان شاء الله كمان تطمنوا على الفريق. كل حاجه في مكانها الطبيعي، كل حاجه في مكانها الصحيح، كل حاجه كانت هتحصل بالتدريج، صفقات وتغييرات. دايما اللي بيأثر مبقاش ليه مكان، المقصر ليس له مكان داخل جدران القلعة الحمراء، وانتوا عارفين الكلام ده من زمن ايا كان هو مين. لكن كل حاجة بقى ليها وقتها، وكل حاجة بتدار ومش هتدار على العلن، بتدار طبعا في الحجر المغلقة. فعايزين او الحجرات المغلقة، عايزين نصبر وعايزين نتأكد، وانتوا متأكدين النادي الاهلي عمره ما بيهتز حتى، بفضل ربنا وبفضل القائمين عليه وبفضل جمهوره اللي دايما مسنده. فنهدى كل حاجه ان شاء الله ترجع، وترجع بسرعه جدا جدا ان شاء الله. هتلاقوا صفقات باذن الله تكون صفقات كويسه جدا جدا، لان في صفقات تمت بالفعل وليس كلام، لكن الاعلان عنها ان شاء الله هيبقى في وقته. ما فيش حاجه يا جماعه ولا متعودين النادي الاهلي ان هو بيقول صفقه او بيعمل صفقه وبيطلع يقولها على طول، وده طبيعي جدا، لكن مش عايزين الاستعجال وبسرعه والفريق وحصل هزه وحصل مش عارف ايه. احنا كنا بعيد جدا عن افريقيا وبقينا في المباراه النهائيه، خسرنا خسرنا بشكل كمان مش شكل النادي الاهلي، خسرنا بنتيجه كبيره. اللي زعلنا اكثر كمان الاداء، كان الاداء مش هو الاداء اللي النادي الاهلي معودنا عليه، فعشان كده احنا زعلنا قوي. لكن ان شاء الله كل الامور ترجع لمسارها الصحيح. كمان في وفد من الوصل الاماراتي